كنديروا السوايع قبل 11 في يامات الاولى فاش كانوا دوك الاضرابات وداكشي صافي. والتحيه للاستاذ حسين عاوننا هو اللي بقى معنا حتى الاخر. بالنسبه لليوم شنو دوز؟ دوز الاس في تي كما قلت لك كانت صراحه نورمال، هي سهله ولكن انا جاتني كثيره شويه وش سميتو الاسئله داكشي كان مباشر، داكشي اللي كنا معولين عليه هو اللي كاين صافي. تيوجدوا الباك الدرس اللي قريتيه فهم ما كاينش، واي حاجه اي حاجه بغيتي غادي توصل ليها ان شاء الله، والله يوفق الجميع الله يسهل عليكم. فصافا الصراحه تحطت سهله في المتناول، داكشي اللي راه جنا هو اللي تحط لينا، ومن صعيب العربيه شويه صعيبه فهمتي، حيت انا حنا اصلا علوم انسانيه كان كيكون عندنا النظري بزاف، وحطوا لينا الشعر، والشعر خصو يكون في المتناول اما سؤال الذات ولا شي حاجه نكون اخرى، حيت اصلا الاضرابات ما قريناش بزاف، حطوا لنا داكشي البنيه اللي صعيبه بزاف صراحه. واما داكشي الاخر في المتناول فلسفه وجود الغير، وجود الغير تقدر تجيب امثله من الواقع، واش وجود الغير ضروري اثبات الذات؟ تقدر تجيب شي حاجه من الواقع، داكشي ساهل فهمتي، المهم تحامر مع سمينا مصحح هذه صح لك. وجود الغير، هل وجود الغير ضروري اثبات الذات؟ وجود الغير ضروري اثبات الذات وهو شرط شرط اساسي، حيت اصلا كون ما كانش الغير ما غاديش نكونوا حنا، ونتمنى يكون شي حاجه ونفرح الوالدين ديالنا. هادشي اللي نقول لك كيدوزنا الحمد لله، دوزنا جميع المواد كانوا في المتناول، جميع اللي حفظ واللي ما حفظش كلشي دوز مزيان، جابونا حتى اليوم هما يضربونا كلشي في الزيرو ان شاء الله، واخا داكشي راه دوزناه مزيان. كنتمناو العشيه يديروا لنا داكشي ساهل باش ننجحوا، اما راه المواد اخرين دوزناها في المتناول الحمد لله. الفلسفه الحمد لله جات سهله، الفلسفه درناها كامل كلشي طرطق الورقه لونجلي. الاسئله اللي عطاوكم الفلسفه قال اكتبوا في احد المواضيع، الحمد لله درنا داكشي كلشي درتو، كلشي غيجاوب عليها لونجلي، كلشي جاوب عليها كونتابيليتي، كلشي جاوب عليها. العشيه كنتمناو يديروا معنا مزيان، وتحيه للدراري ديال دار الراس. اول حاجه احنا سيونس فيزيك، سيونس فيزيك قزرونا في فيزيك وقزرونا في الماط، الفلسفه دوزنا مزيان، لونجلي جاي ستاديوم ماني مزيان، اليوم اس في تي بالبالة، اليوم جاو لينا واحد جوج اساتذه زوينين كيضحكوا فرحونا حتى حنا. دخلت الفيزيك انني ما بريباريتش من الاول العام، اي واحد كان بريبارا من الاول العام بدا بريباراسيون راه غادي يجيب مزيان، ما بديتيش من الاول العام ما غاديش يجيب مزيان. هذيك الساعه شكون؟ السلام عليكم.